خديجة كتوجدي مقبلات ان شاء الله باذن الله. هذا شنو هو؟ سلاوي. هذا القرعه السلاويه. القرعه السلاويه او عطشر مليح. ان شاء الله ان شاء الله. ها كديريها دابا؟ كندير مليحه دابا. نزيد العود ما كندير لا ما لا والو. داك الماء اللي كطلق كطيب. كيطلق هو الماء السلاوي. كيطلق الماء داك الماء اللي كيطلق يطيب فيه حتى كيطيب عاد كنشرمل. عاد كتشرمل. عاد كنشرمل. عم شرمله بالطريقه ديال خديجه، درت ليها الملحه وهنا كديري غير قل ربع كاس ديال الماء شويه الماء فاش تغلي صافي تخلي شويه زيت العود. زيت الزيتون شحال تخليها في الوقت؟ ما كتاخذش الوقت بزاف. ما كتاخذش الوقت بزاف. شنو درتي هنا خديجه؟ هذه القرعه. القرعه هي طيبه عاد شويه الماء شويه الماء. لا راه ورينا قبيله ياك. المهم زدنا فيها البصله مشحره ايه وشويه الزعتر ايه ومليحه تقاد ليها المليحه ديالها وشويه الهريسه. هي ما غديري لا ثومه لا حتى شي حاجه؟ لا هنا ما غندير لا ثومه لا والو. صافي قلتي ذكرتي البصل البزار عفوا البزار صافي. هنايا هنايا شويه هذاك السلاوي السلاوي القرعه السلاويه معها بصيله مشحره بطبيعه الحال كلهم فيهم الملح بصله مشحره بشويه الملح قزبر ومعدنوس شويه الثومه إيه؟ والحامض مصير مقطع طريفات صغيورين والهريسه والهريسه اوكي شكرا. والكمون ضروري الكمون حتى الاخر حتى الاخر الكمون باش كيعطي داك لوكو ديال مزيان. خديجه كتزيد دائما الكمون حتى الاخر لحظه صافي اوكي بارك الله فيك. هذه الثومه اه جابوا لي بزاف تاع الثومه اييه وباش كنحافظ عليها العام كله بقات عندي ما خسرتش كندير هكا في قرعه ونخشيها في الباب في الثلاجه غير في الباب ديال الثلاجه وكتبقى مزيانه كتبقى مزيانه ما كتخسر ما والو. الوقت اللي كنبغي كناخذ منها ملي كتخوي ليا القرعه كنعمرها ولاحظت بان داكشي الاخر اللي بقى ليا في الكرطونه لحت منه اللي دا في الثلاجه ما كتبقاش هو اللي بقى مزيان هو اللي بقى مزيان. صافي انا غنديها معايا ان شاء الله ونديرها هكا في القراعي ونديرها في الثلاجه كتبقى مزيان. هذه هي الطريقه الوحيده باش كنحافظ عليها ومن هنا تبقى طريه. كندير جوج قراعي ثلاثه نحطهم الا كان عندي ليسباس في الثلاجه نقدر ندير جوج قراعي ثلاثه بحال هذه ونخليها القراعي اللي خوات نعمرها القراعي اللي خوات والله الا مزيانه فكره رائعه الله يعطيك الصحه وكتبقى ما كتخسرش. يا الله الا فكره رائعه ان شاء الله. هذه دابا راه دار عليها العام عام دابا عام هذه تبارك الله. هذه اللي ديتي منها المره اللي فاتت هذه اللي ديتي منها دابا دار عليها هذا هو الاخر هذه هي القرعه الاخره فيها ما خسراتش ليا ما لحت منها حتى شي حاجه. احنا خديجه غتوجد واحد الوصفه عجيبه قلتي هذا لو شو هذاك المكور المكور لا الكروب ولا ليشو كنشدو كنحيد ليه بعد داك القلب إيه؟ كنخلي على الورقات اييه وكنقطعو رقيق قد ما قطعتيه رقيق مزيان صافي وكنهزو بحال دابا هكا كنديرو في كسكاس كتفوري نفور طلع فيه الفوره مزيان واخا نسافيك واخا حتى كيفور عاد كنعسلو كاين معاه الزبيب عندك المشماش البرقوق هو كيجي مع المشماش بزاف المشماش يابس والبرقوق البرقوق هذاك اللي كيديروا مع اللحم كيجي يابس كيجي معاه زوين بزاف تقدر اللي ما عندهاش دير الزبيب. انت اليوم غديري بالزبيب؟ اليوم غندير الزبيب ما عنديش ما كاينش البرقوق ما عنديش المشماش يابس ما هي بالمشماش مجربها ومعاوده كتجي رائعه بزاف واللي ما عمرو اللي ما كيحملش الكرب هذه بالطريقه هي الطريقه كياكلوه كيعجبهم لدرجه ما كتبقاش داك لوغو ديال الكرب كيقولوا لي اشنا هو هذا ما كيعرفوش ما كيعرفوش ملي كيتحط في الكرب ما كيعرفوش. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا يا خديجه دارت هنايا الكرومب او الشو او كل واحد والمكور كل واحد كيفاش كيسميه دارتو هنايا يتبخر غير كتخلي غير كتغطيه وكتخليه حتى كيطيب صافي وكتزولو. انا خديجه ذوبات الزبيده ياك ذوبتي الزبده غتزيدي دابا اها غنديرو نشحو ديك الزبده غندير شويه العسل
والبصله. ها قلتي لي قبيله غديريها مع انا غنجي معسل بحال اوكي. ها وفينا المو لقينا باقي البرقوق، دونك غنزيدي ليه البرقوق. بقينا كنقلبو حتى لقينا البرقوق باقي. وما غديريش الزبيب بما انك دير البرقوق، ما ديري الزبيب ديرو البرقوق. هي نورمالمون كنديرها بالمشماش يابس كنقطعو ونديرو الفور معاه شي شويه، وملي كنبغي نعسل كنزيد البرقوق مقطع حتى هو طريفين هكذا، وكندير شويه البابيض شويه القرفه باش كياخد داك لوغو ديال والعسل. ملي كيطيح باش باش كتعسل، ملي كيتعسل حتى داك القرفه مع البابيض ما كتبقاش لوغو ديال لوشو، ما كتبقاش المذاق ديالو، ما كيبقاش يبان شنو هو، ما كيبقاش يبان شحال مكور. واحد كيقول لي المكور ولا هذا ماشي الشو، كاين اللي كيقول المكور بحال سميره الشمحه، كتقول لي بولكتوب ياك سميره كتقولوا لي نتوما بلاتي بولكتوب. او سميره غضبانه علي اليوم، كتبغيش تشوف ما بغاش تفيلم فضل سميره، ما بغاش تفيلم غضبانه كيقولوا كي يقولوا لي في عند الماما كيقولوا بالكتب حيت عبد الله كاين القران صافي. هنايا داكشي اللي لقينا، لقينا هاد الكامبير حتى هو دارته، والزبيب والزبيب الابيض والبرقوق. صافي دابا غتزيدي لي تشحريهم، مازال نشحرهم يتشحروا طيح شويه، زيدي طيح هكا مع الزبده. اها وشنو نزيدو اخر؟ صافي غنزيد شويه القرفه وشويه الباديان. صافي اوكي الناس، هي زادت العسل، خاصكم تبقاو تحركوا باستمرار باش ما تلصقش ليكم، لان دابا غيبدا يلصق. ياك خديجه؟ خاصكم ضروري تحركوا. ها انتما البنات راه كنحاول ما نخلى حتى شي حاجه، الباديان راه كتطحنوا مع القرفه ما كديروش عوال. كديرو غير شويه. شويه المهم هو السر في هذا، هو اللي كيعطي واحد اللوغو مذاق مميز مميز، وكيغطي في كاموفلي لي شو اللوغو ديال المذاق ديالها. الله يعطيك الصحه. جا كتوجد في زعلوك، الطريقه ديالها كدير كل شيء في الكوكوت وكتخليه طيب. شنو كديري خديجه المقادير؟ كندير دنجال. ايه كندير بصيله مقطعه صغيره. ايه وتدي كندير شويه الكزبر وشويه الثومه، ما طيشه حتى هي كنقطعها وكنسد عليها وندير العطريه، كندير كمون شويه الحار هذا مليحه، زيت الزيتون كمون والكمون الحامض مصير كنخليه حتى كيطيب حيت كيمر مر يولي مر، ملي كيطيب عاد كندير الكمون والحامض مصير ومطيشه على حسب الذوق، اللي بغا تزيد باش تعطي داك اللويه مطيشه كونسير كتزيد واحد المعايير. صافي دابا سديتي على الدجاج، دابا غتوجدي السلطه ديال الفلافل ديال الفلفله. نقدر نديرو فلافل كاملين. تقدر تخلطي اللوينات كاملين، كيعطي ثاني واحد المذاق كيما كيقولوا العين كتاكل اكثر من الكلب. بصح هنا حكيتي ثومه، ثومه واحد جوج بيتات ديال الثومه. اييه هذه فلفله مشويه، هذه شويناها مقصوله مقطعه، شويه ثومه شويه قزره معدنوس شويه الملحه وتشحر بشويه زيت العود. صافي 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 ما كتزيدي لا حتى شي حاجه اخرى غير هكا. صافي هكا كنقول لها صافي. خديجه غتوجد حتى الشلاضه ديال اللوبيا صافي. هنا طحني كلشي بلاتي حيت ما كيبانش مزيان، طحني كلشي هنايا في الطحانه. اي مطيشه، اي مطيشه، ها مطيشه. صافي هنا غطحن مطيشه. درتي البزار ودرتي الخرقوم، الثومه محكوكه ايه، والملحه زيت العود شويه ديال الصبر المعدنوس تحميره، تحميره فلفله حمراء. فلفله حمراء
صافي دابا غتخليها حتى تشرب مزيان، من بعد تزيديها على اللوبيا. اللوبيا صافي وجدات، صافي وجدات، غطيها مع لاصوص. زدت شويه الزرماتنوس، وخاصني دابا ندير الكامون. الكامون خليتها الاخير وعاد كدير صافي. نقر دابا غنطفي عليها، ها غندير الكامون ونطفي عليها صافي. صافي وهنايا هذيك الشليضه ها هي باقا ديال الفلفله، باقا كتنشف هنا من الماء، لان الفلفله كتطلق الماء. وهذه ملي غتبغي تسربيها غتحطي فيها، تزيدي لها زيت الزيتون ولا ولا درتي ليها؟ اصلا درتو، درتي صافي. زيت العود كان باين فيها وهي ان شاء الله صافي ما تزيدش. لا كان خاصه بان فيا ما يشفت بزاف كنقطع ليها شويه. اوكي انا خديجه غدا توجدي شلاضه ديال الباربه. شلاضه ديال الباربه كنديرها مع لي فخويك. مع هاد انت اليوم غديريها مع بنات؟ اي فخوي كان عندك تقدري ديري مع دو فخوي ولا ان سول فخوي اللي عندك في الدار. كندير نقدر ندير معاها البرقوق، نحك نحكها في الحكاكه الجهه الغليظه هذه، هاد الجهه الغليظه نحك الباربه، نحك مع الفخوي اللي عندي. كان عندي التفاح كنحك التفاح، كان عندي البنان ندير بنان، كان عندي جوج بغيت نخلط ماشي مشكل. اي فخوي درتي معاه كيجي مزيان، كيجي مزيان، ولكن بشرط تكون واحد جوج معلقات ولا شي حاجه ديال عصير الليمون. ها كداك عصير الليمون كتجي حلوه هاد الشليضه، كتجي وكل شيء اللي ما كياكلش الباربه كياكلها. ياكلها بهذه الطريقه. هاد الباربه سلقتيها؟ سلقتها، سلقتي لها وحيدت لها، حيدت لها القشره. المهم الباربه مسلوقه وصافي. صافي دابا غتحكيها، دابا غنحك الباربه وغتحكي مع خوخه وبنانه. بنانه هاد اللي ويمينه غنعصر العصير ديالها. اوكي صافي يعطيك الصحة. الشليضة ها هي حكيت كلشي، حكيتي كلشي هذوك الفواكه مع بعضهم. وشنو كتزيدي لهم من بعد؟ غير ليمونة صافي. ليمون عي صغير وعي شوية، واخا معلقة ولا جوج هكايا باش تطلق ديك لوكو ديالك. ما كتزيدي لا ملح لا سكر لا عسل لا حتى حاجة، والو غير الخضرة مع بعضياتها. حاجة باربة إلا كانت مسلوقة وفي الثلاجة راه ما غاتجيش زوينة بحال اللي يلاه سلقتيها. سلقتيها من الأحسن، من الأحسن عاد تسلق عاد وتخدم بها ديك الساعة، ما تدخلش للكونجيلاتور غاتخرج. تطلق الماء، كتطلق الماء تولي مية. أوكي صافي، هذا هو الشكل النهائي ديال السلطة اللي دارت بالمكور أو الكرومب أو لوشو. وهنايا سلطة ديال هادي سميتها هادي اللوبيا، اللوبيا مشات لي اسمي. وهنا هذه الفلفله، وهاد السلطه راه كلشي كيعرفها ديال السلطه المغربيه، كلشي ما كاينش شي بيت اللي ما كيديرهاش. وهنايا هذه القريعه زدنا لها شويه ديال اللوز في الاخر. هاد السلاوي بهذه الطريقه هذه جاب بنين بزاف، ما كيبقاش لكم المذاق ديال السلاوي. الله يعطيها الصحه، فعلا فكره رائعه جلديد بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه، حتى انا ان شاء الله غنبقى نديرو بهذه الطريقه. وهنا الزعلوك صافي، وشلاضه ديال الباربه. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف لخديجه على هذه المقبلات الرائعه. الله يجازيك بخير خديجه.